الى هداكم الله ترجعوا للاماكن ديالكم نستمروا الى هداكم الله. انا كنتمنى انكم ترجعوا للاماكن ديالكم في هذا الشهر الفضيل. وكذلك كنذكر ان راه طلبت من الاخوان يجيو يتذكروا معايا اخوان ديال المعارضه. انا طلبت منهم وبقيت كنتسنى الفوق، ما جاوش الاخوان ديال المعارضه باش نتذكروا. هذا ماشي مشكل، راه الطرق ديال الحوار ماشي هي هذه الطرق ديال الحوار. المهم انا كنطالب السلطه، كنطالب من السلطه توفر الظروف باش غادي نشتغلوا. الاغلبيه الحمد لله مكتمله وباغي نشتغلوا مصالح مدينه الرباط. كنطلب من السلطه توفر لنا الجو، وانا اليوم الجو باش غادي نشتغلوا ما كاينش. انا غادي نرفع الجلسه، رفعت الجلسة. هذه الآن خطوات نقوم بها مجموعة الفرق ديال مجلس مدينة الرباط من أجل إثارة انتباه للرأي العام المحلي والوطني، وكذلك إيقاف هاد العبث اللي كتقوم به يعني فريق العدالة والتنمية داخل مجلس مدينة الرباط. لاحظنا أن هناك يعني تسيب، هناك يعني فوضى عارمة، ما كاين حتى شي حاجة. كاين أزمة في النقل، كاين أزمة في النظافة، كاين تدبير عشوائي للموارد ديال المدينة، كذلك يعني حتى القرارات ديال المجلس ما كتطبقش. هناك يعني ملاحظات كبيرة على برنامج العمل اللي كان صادق عليه مؤخرا، ونحن يعني بينا الخطوره ديال هذه المصادقه لانها خارج الاطار القانوني اللي كان صادق القانون التنظيمي. كذلك يعني هناك يعني مشكله ديال مصير ديال الفك، القرض اللي تخد من الفك ما يعني ما كان حتى برمجه ديالو. انتم من الحرام سولنا على الطبيعه ديال الخلاف اللي كاين اليوم. احنا من الاحرار كنا من 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 في التحالف مع البي جي دي على اساس انه غادي نشتغلوا في الرباط. اخيرا كنتفاجئوا بانه كاين اقصاء تام لجميع النواب اللي عندنا في المقاطعات، والهدات سحبوا منهم التفويض، وكان اقصاء تام يعني 100%. كاين عاود كاين امور اخرى اللي هي كاين سوء التسيير، سوء التدبير. يعني بحال شو سوء التسيير؟ يعني كاين خروقات، كاين خروقات في التسيير في مجال، في مجموعه ديال المجالات. عطينا غير شي مثال. احنا عندنا دابا معلومات على اساس انه كاين خروقات في التعمير. غادي تحتجوا وتخليو تفتتح الدوره، او لا الدوره ما تنعقدش؟ لا، هذا احتجاج اساس ما تنعقدش الدوره حتى يكون تدخل ديال السيد الوالي، لان كاين مجموعه ديال الخروقات اللي خصنا نوضعوا في الصوره عليها. هناك ازمه، الدوره ما تنفتح ما تفتحش، شنو هي الاسباب؟ ليست هناك اي ازمه. المجلس الجماعي لمدينه الرباط يشتغل، قبل اسبوعين درنا الدوره الاستثنائيه ديالنا، ودرنا انعقدت الاسبوع الماضي اللجان، وبلورنا واحد العدد ديال المشاريع ديال المقترحات وقرارات اللي رفعناها للجلسه. هذه هي الجلسه الاولى ديال 7 ماي ديال دوره ماي. للاسف تنتفاجئوا ان المعارضه احتلت المنصه، سلوك غير مفهوم، غير مبرر، لا يمكن يعني باي وجه من الوجوه التبرير ديالو. وحنا الان تنتظروا النزول ديال السيد الرئيس مع المكتب باش نشوفوا يعني شنو هذا السلوك هذا اللي حنا تنعتبروه سلوك غير حضاري ولا يمت بصله للعمل الديمقراطي والديمقراطيه المحليه. اولا انا كنتاسف على الذي حصل، وانا يصحب لي انه احتلال المنصه تصبح من الماضي، يعني من بعد الدوره ديال اكتوبر، والناس جاوا سوا ديزون قالوا نتصالحوا ونشتغلوا، بدنا كنشتغلوا مجموعين. اليوم رجعوا لهذا الشيء. انا كنفهم منه حاجه واحده، انه راه هناك مشاكل خارجه على المجلس، وشي واحد يبغوا يصرفوها داخل المجلس. انا وكنوضع علامه استفهام ما الذي يحدث. ثانيا انا عيطت لهاد الناس، اسلوب ديال الحوار، عيطت عليهم المكتب ديالي، عيطت على الزعيم ديالهم، عيطت على رئيس الفريق، قلت لهم اجيو نشوفوا كيس كيس باس. هذوك الشيء اللي رافعينه كشعارات لي بونكارت كلها نقاط في جدول الاعمال. اذا كانت عندنا فرص يعني في عمل ديال المجلس انها تناقش هذه النقاط كلها، منها اشكال ديال التعمير، عندنا افتحاص ديال التعمير، وغادي يعني
نشرحوا يعني الاشكاليه ديال التعمير ومشاكل الى غير ذلك. عندنا امور ديال تهم يعني السكنه والموظفين، عندنا امور تهم المقاطعات مخصصه ديال معنا نقاط مهمه، وعندنا حتى مشروع حصيله ديال 3 سنوات اللي غادي نعرضوها. ولكن للاسف يعني القوم اوفياء لمنهج يعني غريب على الاشتغال ديال المجالس، يعني اقليه تعرقل يعني اغلبيه، ما عمرش شفت هذا الشيء. الوالي هو في خبار وهذا المشكل؟ غالبا في خبارو، السلطات دائما عندهم في خبارهم. انا عيطت للسيد الوالي ربما مشغول في شي برنامج ما جاوبنيش في الهاتف، ولكن السيد الكاتب العام ابلغته وفي علمه، هو اللي قال لك الله يخليك اتيحوا لنا فرصه ما ديرون ما ماشي ماشي في الوقت اللي سيدنا في العاصمه غادي نديروا شي حاجه. رفعنا الجلسه، اتاحت الفرصه للسلطات انه توفر لنا الجو باش نشتغلوا باش نقوموا بالمهمه ديالنا كاغلبيه.